يقول السائل: إذا كنا في بلاد المسلمين فكيف نبدأ بالدعوة إلى التوحيد مع أنهم على التوحيد؟ إذا كنتم إيش؟ إذا كنا في بلاد المسلمين يحصل منهم شرك وهم مسلمون، يحصل منهم شرك وهم ما يدرون، يحسبون ما هو شرك، بينوا لهم إن هذا شرك وأن هذا بدعة ولا يجوز، يجهلون هذا وهم مسلمون. نعم.